الهيئة العامة للمعلومات المدنية أطلقت الإصدار الثاني لبرنامج كويت فايندر. البرنامج يلامس احتياج جميع الشرائح وكذلك المؤسسات والجهات الحكومية، إذ تم ربط البرنامج بأكثر من 16 جهة بين حكومية وقطاع خاص. ومن مميزات البرنامج الجديد خدمة الملاحة والتوجيه الصوتي باللغتين العربية والإنجليزية للوصول إلى جهة البحث أو أي موقع يتم تحديده على الخريطة، إلى جانب إضافة إمكانية البحث التفصيلي وخدمة إظهار الوفيات اليومية حيث يتم تحديث المعلومات. اليوم تصدر الهيئة أو تطلق الإصدار الثاني لبرنامج كويت فايندر من خلال تحسينات كثيرة وإضافات متعددة، أهمها هي تقديم البرنامج باللغتين العربية والإنجليزية. طبعا هذا راح يعني يضاعف عدد المستخدمين البرنامج، اتوقع على الاقل الى الضعف. كذلك خاصيه الملاحه والتوجيه الصوتي للوصول الى الاماكن، وبالذات يعني الطلبين هذين اللي هي موضوع اللغه الانجليزيه بالاضافه الى الملاحه والتوجيه الصوتي، كان من اهم الطلبات اللي ملاحظات اللي تلقيناها من خلال الاصدار الاول ان شاء الله برنامج اللي خدمات الهيئة اللي هو التجديد والتسجيل وتسجيل المواليد، تجديد بطاقات بالنسبة للوافدين أو الكويتيين، هذه الآن يعني تقريبا شبه جاهزة وإن شاء الله وصولا إلى نسميه مشروع المغلف الإلكتروني.